الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أزول يا جماعة داركم من المفلحين وداركم من الفائزين وينجوا من النار، والله سبحانه وتعالى يدخل الجنة. الله جل وعلا في الآية دي أمروا ادعوا الناس للخير ويأمرهم بالمعروف وينهاون عن المنكر. ومرات يا جماعة الزول الدائر الخير للناس، الخير ده حار. هسه لو مشيت عندك وجع بطن ودوك لي دكتور، الدكتور كشف ليك قال لك انت عندك زايدة، والزايدة دي فيها وجع شديد. قال لك يا اخي الزايدة دي لو خليتها جوا الوجع ده بعد شوية بتنفجر، الزايدة دي بتنفجر بتموت بتهلك. اها قلت لها دكتور الحل شنو؟ ما تجيب لك قطعة باردة كذي، قطعة تخدها في موية باردة هبشني بها كذي، شغلة دي حارة يا دكتور. ولك لا لا لا، قطعة ما بتحل لك مشكلتك. الحل كيف بعد الله؟ يقول لك نديك بني ولا ندخلك عملية نشرط لك بطنك، عمل لك عملية نطلع الزائدة ونخيط لك بطنك، يوم يومين بتبقى تاني تمام. الزول لا يا جماعة، العمل للعملية ده مش شرطه لبطنه، شرط البطن مش حار. أبوه والولده بيجي بشكل الدكتور بيقول له يا دكتور شرط بطن الناس يا دولة دي، شرط لبطنه لجنو بيدي عكاز بشكله يا جماعة، ما بشكله لأنه داير ليه الخير، صح ولا ما صح؟ هسه يا عمنا ضحوية ده داير، والله نحسبه داير للناس الخير. وزول يا جماعة لو ما قال لكم الكلام ده غشاكم، والله بيسألوا بيسألنا نحن ذاته لو ما قال الكلام الحار ده، لأنه يا جماعة الوجع في الراس ما من الأمانة أقعد أهبش لك اليدين والكرعين، لازم تهبش محل شنو؟ محل الوجع ذاته، محل الألم. والله جل وعلا قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يوم القيامة في سؤال ثقيل. الله سبحانه وتعالى قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى قال: وقفوهم إنهم مسؤولون. في سؤال بعدين، قال أبو العالي رحمه الله تعالى من التابعين، قال: سؤالان يسأل عنهما الخلق يوم القيامة. انت مش من الخلق، يسألوك السؤالين دل: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. أسي الزول بيدخلوا القبر، انت قال في القبر ده بيسألوك من القبيلة، ما بيسألوك منه، ده قال بيسألوك من البلد كنت ساكن وين، ما بيسألوك، ولا بيسألوك لونك شنو، ولا بيسألوك عمرك كم سنة، بيسألوك أول سؤال: من ربك؟ شفت الكلام ده الذي كثير بعض الناس ما بي ده بيسألوك منه أول شيء: من ربك؟ جوا في القبر ملائكة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ دي أسئلة في القبر، ده امتحان مكشوف. بعد ده أكثر الناس بيسقطوا فيه، لأنه الله سبحانه وتعالى قال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. عليك الله لا إله إلا الله، هذه فيها أطيب منها،
لا إله إلا الله، في كلمة أحزن منها؟ من الله خلقك سمعت كلمة أسمح منها وأحزن منها؟ ما في ولا بتلقى ذاته. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة لا إله إلا الله كشجرة طيبة، في التفسير زي النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. النخلة دي أصلها ثابت في الأرض وفرعها في العلو في السماء، ولا إله إلا الله دي أصلها في قلب المؤمن، بتمش فوق، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة، دي كلمة الكفر أجل والشرك، والشرك كشجرة خبيثة، في التفسير الحنظلة، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما عندها قرار. بعد قال لك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال لك ما لها من قرار، هس زول الشرك ما عنده دليل يا جماعة. هس أنا ده أدانا ده زول المسكين ده، قلت يا رب نجيني من الكرب. لو واحد قال لي جيب دليلك، انت دعيت الله ينجيك من الكرب جيب دليلك، بقول لي يا أخي الله قال في القرآن سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال لي جيب دليل، تدعو الله ليه جيب دليل؟ ولا الله قال في القرآن وقال ربكم ادعوني شنو استجب لكم. أيوة عندي دليل ولا ما عندي دليل؟ عندي دليل. زول قال لي يا فلان الحقنا، بالراحة كلي ما تزعل، قال يا فلان الحقنا، قلنا لي جيب دليل. هسا عمنا ده قال دي آيات، وين الآيات؟ والله القرآن ده كله بفضل الله، من الفاتحة للناس سمعناه كله، سمعناه حفظ كده، ما في ولا آية كذا يجيب دليل. أنا نادي شيوخ وين في القرآن فيها سورة الفاتحة؟ ما فيها. البقرة ما فيها. آل عمران ما فيها. سورة النساء ما فيها. المائدة ما فيها. وين الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، وين فيها تصور إبراهيم؟ وين الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، وين في سورة شنو الحج؟ ما في ولا تلقى أبدا. الله معقول يقول للناس نادوا غيري؟ الله معقول يقول للناس نادوا غيري؟ قال تعالى في القرآن أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، ذي العبادي هل أنتم تنادون ذي العبادي؟ أنا عباد الله يعني. أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وبعدين يا أخي موضوع ده والله ما داير زرة زعل. الزول الظن في الله عظيم يا جماعة، وظن في الله حسن، ما بياب الكلام. قال تعالى وما قدروا الله حق قدره، ما عرفوا ولا عظموه ولا قدروا حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا أخي الله سبحانه وتعالى أداك أمثلة في القرآن، قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا في القرآن، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ نفرين يا جماعة، في نفرين، واحد الاثنين رقيق
بيبيعون في السوق، واحد اشتروه 10 أسياد، 10، اي واحد دفع 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 الشارك واشتروه، والعشر ذات ما متفقين، هو رقيق يعني عبد، والعشرة ساقوه، واحد قال له هوي من الصباح للظهر تشتغل في البهايم، ها ترعب البهايم، الثاني قال له هوي الزراعة أهم شيء، الثالث قال له تقضي مراسيل البيت، الرابع قال له تشتغل بنيان، الخامس قال له تمشي السوق، السادس قال له قف على حيلك، السابع قال له اقعد، الثامن قال له ارقد عديل خليهم ديل كلهم، التاسع قال له زول ما اشوف وشك، العاشر قال له تكون قاعد هنا ما تتحرك، هسي ده ما تعبان؟ عنده 10 أسياد ما تعبان؟ مش شكلين ذاته وما متفقين. الثاني الزول الثاني عنده سيد واحد بس، قال له زول شغلك من الصباح للظهر كذا المزرعة، من الظهر للعصر مش نوم مرتاح، بعد العصر تعال حلب البهايم، بعد المغرب تمشي تبيع اللبن، بعد العشاء مش نوم ساير ارتاح، سيد واحد بس رتب له وقته، مرتاح الاول عنده 10 أزياد اسالكم بالله، ولا مرتاح الواحد الثاني ده عنده سيد واحد مرتاح؟ يا تويم السيد واحد ولا السيد 10؟ سيد واحد صح ولا ما صح؟ أيوة الله يجزيكم خير. الله سبحانه وتعالى قال ليك الزول العقيد في مجموعة أسياد كتار، والعقيد في واحد سيد واحد، قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ بتساووا؟ ما بتساووا، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. عشان كذا يا جماعة الموضوع ده والله ده أجمل موضوع وأحسن موضوع، وما بتلقى أحسن منه ذاته. جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ البيوجب دخول الجنة شنو؟ والبيوجب دخول النار شنو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وشوف موضوع الأولياء والصالحين وديل زي ما قال لك عمنا وشيخنا ضحوية حفظه الله تعالى، ما أفزول نبز قال لك بس الأولياء ديل ماتوا، هم فعلا ماتوا، شيوخ ديل ماتوا، طالما ماتوا العقيدة ما بتكون في ميت، العقيدة بتكون في الحي المبموت. قال تعالى في القرآن بالراحة بالمنطق كذي وبالأدلة، وما مقتنع بالمنطق لكن كثير المنطق بتاعك بتاع الفلاسفة، لكن بالعقل كذي وبالأدلة، الله سبحانه وتعالى قال وتوكل يعني اعتمد وفوض وكذا، وتوكل على الحي الذي لا يموت كذا، عليك الله الكلام ده فيه اوضح منه. قال لك انت لما تتوكل الواجب عليك تتوكل على منه؟ الحي. الاحياء مكتار، الاحياء مش كتار، احنا هسه حيين والله حي، لكن حياتنا زي حياة الله؟ ما زي حياة الله، نحن كنا قبل كده عدم وبيجي يوم بنموت. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. لكن الله سبحانه وتعالى حياته كاملة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والله سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله الحي، وقال لك وتوكل على الحي، يا تحي
الذي لا يموت. منو الحي؟ منو الحي المبموت أجل؟ الله سبحانه وتعالى. تتوكل عليه براو، اعتمد عليه براو. والله يا جماعة ده كلام، والله يا جماعة بالراحة كذي، ده كلام بزعل والله. إذا نحن ناس ما قصديته يعني، إذا زول معترض، إذا زول مسلم بيدعي الإسلام أو بيقول أنا مسلم، بيقولوا لي الآيات، بيزعل، دي حلوها مع كيف يعني؟ زول يقنعوه إنه بيحفظك الله براو، ما دار يقتنع، دي حلوها مع كيف؟ زول تقنعه إنه ينادي الله براو، بيزعل، ده تحلها مع كيف؟ يقول لك الأولياء ومالكن ومال الصالحين. يا أخي نحن ما قلنا لك الأولياء دين لينفسهم، من عمل صالحا فلنفسه، ده ما قرآن؟ نزوغ من القرآن يعني؟ نكذب على الناس، نغشهم. هسه ممكن نقول للناس كلام والله يريدونا ويتكيفوا مننا ونمش، لكن نقول له الله شنو يوم القيامة؟ نقول ليش شنو؟ خدعنا الناس وغشيناهم وكتمنا الحق الصح. الداعية ده الغلطان يقول له انت غلطان، لأنه هو داعية وزول ناصح، كيف ما يقول له انت غلطان؟ ويقول له زول الحق انت عليه حق، ده الداعية النجيض واضح كذي. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك، طبعا أقول لك ما لك وما للناس، هذا إبراهيم عليه السلام قال ما لي وما للناس، قال للناس عديل في وشهم، إني أراك اتدى وقومك في ضلال مبين. في كلام أوضح من ده؟ كلام واضح كذب. والله أمرنا نقتدي بهم، نقتدي بمنه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، ديل جماعة أو أهل القوم، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا عديل كذب، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وانت ما تفتكر كوراك بتاع دنيا ساي، ما تفتكر الكلام ده زعل دنيا ساي، انت بتشاكل وبتزعل وبتمرق، نحن اخوي بين خطاك وبنمش منك، لكن والله بنقيف بين يدي الله، والله في سؤال، والله الموضوع ده خطير، وفيه بعدين شكله، وفيه حساب، وفيه بيان، وفيه براهين. انك ميت وانهم ميتون، انتهى الموضوع بالموت؟ لا ما انتهى. ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. شايف المشاكل اللي في الدنيا دي؟ هناك في مشاكل قدام. لما تجي انت قدام الله يسألوك انت بتشاكل لشنو؟ مالك انت زعلان؟ والله يا الله الناس زي قالوا ينادوك براك، انا الكلام ده مزعلني، ليه ينادوك انت براك؟ تقدر تقول لي الله كذي؟ تقدر يوم القيامة تقف قدام الله تقول لي لا يا الله ما ينادوك براك، انت ما براك اللي بتستحق العبادة، في ناس برضو صالحين كذي برضو يدون حاجة من حقك، يدون شيء من حقك، تقدر تقول لي الله كذي؟ تقدر تقول لي الله انا ما برضى في ديل؟ الله قال لك ها انتم، والله القرآن ده أوي. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أقول له شنو بعدين؟ الله سبحانه وتعالى قال هذان خصمان شكلوا في شنو دين؟ اختصموا في ربهم. ناس بيقولوا الله براو، ناس بيقولوا الله ومعاه غيره، اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، تقدر تحمل شغل زي ده؟ جلابية بتاعت نار وعراقي سروال بتاع نار تتحملوا؟ قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.
الله سبحانه وتعالى قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. هاتي في ظل الدنيا دي في ظل كريم وظل ما كريم. هاتي مشيت انت شغال بنيان طلبه وعركته وتعبته وجابوا الفطور وانت شغال وقفت البنيان فوق خلاص دار تسوي العرش فيه ظل بارد البنيان. نزلت من السجارة خدت الفطور وانت شغال بنيان عرقان تاكل والظل والهواء بارد ويجيبوا لك في المويه البارده والشاي ظل كريم لانه انت شغال ولانه ما في زول بيذلك. لكن لو مشيت انت تعبان جيت ماري بعماره والعماره حقت مره ما حقت راجل ومره مفتريه وانت جاي عرقان تعبان جيت قعدت في المصطبه بتاعت العماره المره نزلت من فوق قالت لك هو يا زول قوم يلا سريع قوم من هنا قوم. زلتك ولا ما زلتك؟ زلتك ده ما ظل ده ظل كريم وده في الدنيا في ظل ما كريم. خلي يوم القيامة قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. السبب شنو جاب لهنا شغلة؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون شفت الإصرار ده والعناد وكانوا يصرون على الحنث العظيم. شنو الحنث العظيم؟ الناس زيل صروا عليه وعاندوا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الحنث العظيم الشرك بالله. بيصروا على الشرك ولك هوي والله حجابي ده كان موت ما بقلم كان موت حجابي ده ما بقلم. تقول يا أخي الله قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هيدا على الحجاب لك لهم. تقول يا الله سبحانه وتعالى قال وإن يمسسك الله بضر ده ما آية ده قرآن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو أقلع الحجاب لك لا 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 الكمون اقلعه من الطفل ولك لا لا ده من العين. تقول يا اخي بيحفظك الله ما بيحفظك كمون. قال تعالى في القرآن فالله خير حافظة اقطع الكمون واقطع الحجاب خليك متوكل على الله وخليك موحد والله بكفيك ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني شنو؟ كافيه. يقول لك خلاص الحجاب قطعناه لكن الفك يدل الله ما منا فيك دريب كله كله ودريب ماشي وين؟ لا اقول لك ما عارفين. لكن الناس ذيل ما تراه الناس ذيل خطيرين والناس ذيل الناس ذيل ايوه الناس ذيل بيفكوك في الفرقه. كيف بيفكوك في الفرقه؟ اسمع الايات دي. اي زول ماسك له في زول كان شيخ ولا صالح ولا طالح مش ماسك في الاولياء ايوه اسمع الايات دي. بديك 20 آية بس حسيب نفسي دي 20-30 بس انت حسيب بس. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ما واضحة؟ أيوة. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ده نبي ومرأته ما مسلمة امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا الله قال صالحين عديل كان فخانتاهما فلم يغنيا ديل ناس الصلاح ذاته ديل الأنبياء فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. الله جل وعلا قال في القرآن أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى.
أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، عشان ما تقول بنجيني ده بعدين، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن فإذا نفخ في الصور فلا أنساب. لو الصالح ده قريبك عديل نسبك، النسب بيتقطع بعدين، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن إن يوم الفصل فصل، عديل كده ما بينفعك زول وبيفصلوك منه، وذاك يوم الفصل يوم الحساب والجزاء والحكم والقضاء. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. تتعلق بالله والله يرحمك سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال في القرآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك، بنفسك ولا بشيخك؟ قال بنفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله جل وعلا قال في القرآن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله جل وعلا قال في القرآن، دي ما آيات صح ولا ما صح؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. براك يا معلم. الله جل وعلا قال في القرآن، يديك آيات بس، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. بعد قال شنو؟ ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء، مالون الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله جل وعلا قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني زول اللي بتعلق بالأولياء ده خطاب لأفضل ولي ما في زيه أصله لا قبلي لا بعده رسول عليه الصلاة والسلام، قل إني لا أملك لكم، عليك الله في أوضح من الكلام، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا خير خلق الله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.
قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، بتنادون ديل فلان يا علان وكذا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ده الله سبحانه وتعالى قال: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كان قعدنا نشتغل للصباح القرآن ده، هو كله كده، كل القرآن ده فهموه الجن ديل، ما دار يفهموه البشر ديل، ما يتو البكوركو ديل ما دار يفهموا القرآن، الجن زمان فهموا القرآن، أول ما سمعوا القرآن مشوا طوالي لأهلهم قالون: أوي والله جاء كتاب بعد موسى عليه السلام، كتاب موسى عليه السلام ده كتاب عجيب مرة واحدة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ما خلوا أهلهم، مشوا لهم طوال. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. وفيهم القرآن لخصوا الموضوع: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، ديل الجن، إنا سمعنا قرآنا عجبا. ما له القرآن ده وفهمتوا منه شنو؟ ولا القرآن ده تستفدتوا منه شنو؟ قالوا: يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا. شوف سمعوا القرآن طوالي قالوا معناه شرك ما افتاني والله إنه عدلك، ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا. جد ربنا يعني غناه، الجد يعني الغنى والمكانة، الله غني ومكانته عظيمة، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. غني، ما داير صاحبة زوجة ولا داير ولد. ديل الجن قروا القرآن فيه مكذي داس يقراه كله، بدل يفهم منه التوحيد ويتعلق بالله، القرآن ذاته يقطعه يسوي حجبات، يخطه في عضل ويعرق فيه، بس ده فاهم شيء خير منه الجن، صح ولا ما صح؟ ويربطه للشافع في رقبته يريل فيه كرر. أقول يا أخي واحدين يسوهم حيات كمان قرطعوه يملأ لك بزغات، كتاب الله يملأ بزغ، يملأ لك بزغات يديك لتشرب وإنت ببزاغه ما معروف ما مسوك فيه باقي سفة كرر تقرطع. ولما هو يمرض الشيخ ده ذاته ما بيشرب المحايا دي ما مقتنع بها، بيمشي يدو حقنة، تلقاه الشيخ في الإنعاش زي ما قال ضحوية في الإنعاش، مرة في محاضرة قال تلقى في الإنعاش يجاسب في الهواء ده الفكي ذاته، وداك برا بالشباك أبويا الشيخ ما تنساني إلا لي كربتي، تازو أنت بتتنفس طبيعي الله رازقك وده بيتنفس بجهاز ده اللي يفهمه كيف ذاته. والله واحد سمعته بيتكلم قال الزول ما مقتنع بالشيوخ، وداك عنده شيخ، مشوا للشيخ
ده بقول لها زول شيخك ده لا بينفع ولا بضر ولا في شيخ بينفع بضر شيخ لنفسه زي وده بقول لها زول شيخ ده خطر الشيخ بيلحق من بعيد بيسمعك والشيخ كبر أظن اتملت صوف كبر كبر ذاته عجيبة قال قاعد جنبه يقول لي أبو يا الشيخ هو كبر بقى ما سامع قلت شنو أبو يا الشيخ وجع الراس وجع الراس وجع الراس الكديسة ماله ده قال لي هذول هو هذا جنبك هنا وجع الراس قلبوا لك كديسة من هناك تنادي قلبوا لك شنو وجنبك هنا ما جاسف لك من وجع الراس قلبوا كديسة ناو بتخربش ده من بعيد قلبوا لك شنو هذا كبر ذاته يا زول وي زول والله يبقى واضح والله أنا ما والله شوف الآية دي لو ما اقتنعت بها الجاية دي دار أقولها لك دي تانية ما بتقتنع في زول أفضل من عيسى عليه السلام الأولياء بتاعنا السودان دي الجد فيها أفضل من عيسى عليه السلام فيه في مرة أفضل من مريم عليه السلام سودانية فيه نسواننا دي الجد فيه الناس لما عبدوا عيسى عليه السلام ومريم عليها السلام انت عارف الله نبههم لشنو تعرف الله رد عليهم بشنو الناس اللي عبدوا عيسى عليه السلام ومريم قال لهم ما المسيح ابن مريم طبعا ديل بيصرخ ويقول لك ما تجيب اسماء الناس وقال لك ما المسيح ابن مريم جاب لك اسم عيسى عليه السلام وجاب لك لقبه وجاب لك اسمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة مال كانا يأكلان الطعام تعرف دي معناها شنو كانا يأكلان الطعام الزول اللي بياكل ما يستحق يعبدوه اللي بياكل لأنه بجوع ولا ما بجوع بجوع ولما نشبع بطنه تتملي بعد ساعتين وثلاثة بيعمل شنو مش بيمشي الخلا بشيل بريكو اللي بيمشي الخلا ما يستحق يعبدوه واللي بياكل ما يستحق يعبدوه ودي البشر ما بيقدر يخلوها هذي لو بنيت عمارة 20 طابق وزخرفتها ومكيفات وورود ومليتها أكل جوا وتلاجات أحسن عمارة بقيتها وجاك ضيف قال لك اسمع الحمام بوين قلت له والله عمارتي دي ما فيها 20 طابق ما فيها حمام بيقول لك شنو يا عمارتك دي وهم زايا لي الله دي ما نافع ذاتها يا اخي دي حاجة ضرورية للإنسان ما بخليها أنا نادي لي فكي يا أخي وين هو الفكي الحقني هو بكم ما كله شطة جوا شايل إبريك وجوا في اللي بيحله أنا هذي كيف ما بياكل بيشرب ما بينفع يعبدوه براحة كذي ما تزعل قال الله تعالى في القرآن قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ده منه الفطر السماوات والأرض مش الله فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم الله بأكل وما بأكلوه وغني عن الأكل ذاته تمشي تمسك لك في واحد وقول لك هسي نحن ما واحد قال لي كلام قبل المحاضرة الفاتت دي قال لي اسمع الناس زي اللي قالوا بيأكلوا الكسرة ما بأكلها من وين الكسرة وانت بتدي بياض 200 جنيه زمان 50 جنيه وبيديك عصيدة رأس مالها 3 جنيه حامضة وجايبينها لذاته من الخلا قالوا مش اشتغلها بيجيبوها له زاي هدايا زاي وبيدوه عتان وبيدوه انت تدي عتود وتدي شوال عيش وجيب لك عصيدة كذي عصيدة يخدها لك قدامك كذي شفت كيف؟ رأس مال ذاته 5 جنيه ولا قول 50 قول 100 جنيه تقول ده أكلك
هو بيغادي بياكل في العتوت، باكل فيك في العصيده، يقول لك دي فيها بركه، العصيده فيها بركه والعتوت فيه شنو يعني؟ كان العصيده بتاعتك دي فيها شرك وفيها بلاوي، دي ببركتها. العتوت ده معناه ده شغل ذاته، ده 16 سيسي طوال، تلعب علينا نحن يا اخي. وكان فيها بركه، انت لما انت عايل ايه تمشي المستشفيات يعني، واحد صرخ عديل، فكيه صرخ عديل قال ايه يا ابو التايا وحامد ابو عصايا، تزيل الحصايا وامراض كلايا، جاته حصوه كورك للفكا يدين، لما في النهايه هو مرق من الدنيا، لا لحقوه لا زالوا له مشاكل. معقوله يا اخي؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. شو ابن آدم ده كيف؟ ولذلك يا جماعة موضوع التوحيد ده الله أقسم فيه عديل كريم، وأديك آيات مخيفة في الموضوع ده ومقنعة جدا. الله سبحانه وتعالى موضوع التوحيد ده قال فيه: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. الله سبحانه وتعالى قال عن الملائكة، ما البشر، الملائكة، قال ومن يقل منهم، الملائكة ديل، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ملائكة قال لهم لو واحد فيكم قال أنا إله من دون الله وأنا بستحق العبادة جهنم. ملائكة. ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الله سبحانه وتعالى ذكر 18 نبي في سورة الأنعام، 18 ورا بعض كذي ذكرون لك. بعد قال ولو أشركوا، الأنبياء يدل حاشاهم، لكن قال لك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنت ما تخاف. قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. فنحن ساهرنا بالناس والناس بعد العشاء قعدوا انتظرونا، نسأل الله يتقبل مننا ومنهم جميعا. خليكم يا جماعة على التوحيد وصبروا على التوحيد، والله يبشرك، أبشرك والله، تفتش القرآن من الفاتحة للناس، تفتش السنة كلها، والله ما تلقى آية تزعفها للشرك دين، والله ما في آية بتجوز الحجبات، ما في آية بتجوز المشي للفكية والدجالين والعرافين والبدعي الملغيب، ما في آية بتجوز دعاء الأموات. الله قال لا برهان له به، ما عنده دليل. وده موضوع خطير، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، قل إنما أنا منذر وما من إله ما في بيستحق العباد، وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم، موضوع ده عظيم، أنتم عنه معرضون. ترى الناس معرضة زعلانين، ده جوه في القلب بحرك. الله واحد دي كانوا تتحملتها دي وصبرت عليها، والله يبشر، والله 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 دي علامة خير، وما في علامة أعظم منها. تحملت التوحيد ده انت في خير. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، بيشرح صدرك ده قدر ما يدوك توحيد، انت عطشان داير 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 تفرح بالله يا أخي، تفرح بالكلام عنه. ومن يريد أن يضله، أصل الحجر غاتس ده، ومن يريد أن يضله
يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. حرج، قال الزجاج الحرج أضيق الضيق، زل مطلعينه فوق قدر ما يطلعوه نفسه كاتم 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 كاتم. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ده خطير، وبعدين عاقبته خير كثير. موضوع التوحيد ده، إن الذين قالوا ربنا الله، كلمة ذات بتاعت رجال، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ودي والله علامة سوء خاتمة وعلامة شر تاب التوحيد ده. مما صدرك ده يتضايق منه، دي علامة شر ترفض الدين ده. الله قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وبعدين والذين كفروا، في الآية الثانية سورة النور، والذين كفروا أعمالهم، صلوا صيام زكاة وحج بر والدين وصلة رحم وإحسان للجار وأكل كسرة وأكل مهيوبة وأكل عصيدة وأكل ملاح كول، قال والذين كفروا أعمالهم كسراب، شايف السراب ده من بعيد، بقيعة، بقيعة يحسبه الظمآن ماء، عطشان بيشوف الموية هذه، السراب قالوا موية، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. تقول ليش؟ تقول ليش؟ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. تكلم في التقوى يقول لك أوه كلامه حلو، تكلم في بر الوالدين يقول لك ده الكلام ولا بلاش، تكلم في الطهارة يقول لك يا ده فقيه يا أخي، تكلم في الصلاة يقول لك معلم، تكلم في أحكام الطلاق والزواج يقول لك ده شيخ الإسلام عديل، تكلم في صلة الرحم يقول لك والله ده أنفعك، والله من الله خلقنا ما بزول أدانا كلام أسمح منه. مما تقول الله واحد، نعلاته دي قيل كراع برا وكراع جوا ذاته، إحبة يطير عديل. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، جري 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 جري، ويكتم ضايق كد ضيق. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمن، على الله ديل البشر ديل يأكل فيهم ويشرب فيهم وينعم عليهم يديهم عيون كشافات كده شغالة 50 سنة، عيونه شغالة بعين من الصباح، الإبرة دي بينضمها طق ويدي لك خشم سنون كراكة بس ومرقيقة يأكلها برتقال يردم، والله لحم ذي كوضمه سريع سريع، لسان فلغة بس ضنب ورل تلقاه عنده، يدي الدين عروق مشموطة وصابعين شغالة كلها بين مفاصلة، كرعين إجر يفوت الحصان، النعم دي جت ودي يتنفس هواء نظيف، بعد ده يشكر له في مخلوق ويكره الكلام في الدن النعم دي كلها، علي الله ده ما مستحق يدخلوه علينا خرطه في جهنم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقول ورثته كابرا عن كابر، شلت من أبهاتي الخير ده، ما بنسب النعمة لله، ده من معانيها. شكي قال لك وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كب تلقى فرحان في المدايح، ينقز عمك تلقى عجوز قدام الله بصلي قاعد، تلقى كرسي وقاعد وبطارته بيجي الجامع بصلي قاعد،
في الحولية تلقى لها في بكراع واحد ولا كراعين، بكراع واحد. هسي ده فاهم حاجة؟ لا موضوع طويل يعني. لذلك نسأل الله التوفيق والسداد.